قال القيادي الجنوبي البارز بدر باسلمة إن فشل الدولة الموحدة في خلق هوية واحدة ترضي الجميع مع الفشل في صناعة مشروع سياسي واقتصادي كامل هو السبب الرئيس لعدم اندماج الجمهورية اليمنية الاندماج الحقيقي. وطالب باسلمة في ورقة عمل قدمها في ندوة تحت عنوان تعدد الهويات في الدستور الاتحادي والتي نظمتها بحضرموت منظمة مراقبون للإعلام المستقل، طالب بضمان احترام الدستور اليمني الاتحادي المقبل لتعدد الهويات في اليمن وفي إطار الإقليم، مشيرا إلى أن الدولة الاتحادية عقد اجتماعي جديد تقر وتحترم تعدد الهويات والثقافات لمختلف شعوب الأقاليم والولايات، وأن هذا العقد الاجتماعي قائم على المصلحة المتبادلة بينهم بما يحقق رخاء شعوبها ولا يقوم على الوحدة المقدسة.